السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 89 من كتاب المرجع في الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي. اليوم عندنا دعم الدرسين 21 و 22. بطبيعة الحال الدرس 21 كان طرح ديال الأعداد الكسرية، والدرس 22 كان قياس الكتل الكيلوغرام ومضاعفاته. معنا التمرين الأول. التمرين الأول يقول: أصل بخط بين الوحدة الأنسب لقياس كتلة ما يأتي. عندنا كيس قمح، حدنا واحد خنشة ديال الزرع، وعندنا كاميو باش نحسبوا خنشة الزرع، ممكن نحسبوها بالكيلوغرام لأن يقدر يكون فيها 100 كيلوغرام، يقدر يكون فيها 90 كيلوغرام. إذا نقدروا نحسبوها بالكيلوغرام، ونقدروا نحسبوها بالقنطار. نقول لها كانت 100 كيلوغرام، نقدروا نقولوا 1 قنطار، واضح. ولكن الشاحنة الأنسب باش نقيسوا الكتلة ديال الشاحنة هو الطن، لأن الشاحنة تقريبا راح تكون أكثر من 4 طن في الوزن ديالها، واضح. يعني اكثر من 4000 كيلو غير حديد بلا ما نهضروا على شنو غادا تهز. شوفوا التمرين الثاني. جو كونفيرتي شاكون دي ماس سويفونت، نحول كل وحده من هاد الكتل التاليه. ان 6 طن وجوج ديال القنطار، 6 طن وجوج قنطار. ناخذوا الجدول ديال التحويل نفسه نخدموا به باش تسهل عليكم انكم تعرفوا. إذن هذا هو جدول التحويلات اللي نعتمدوا عليه في الخدمة ديالنا. شنو عندنا هنا؟ عندنا 6 طن، إذا نحطوا 6 في الطن، تبع معايا، 6 طن، جوج قنطار، حطينا جوج في القنطار، شنو خاصنا؟ خاصنا الكيلوغرام. إذا دابا نفكر فين هو الكيلوغرام هذا باش كنكمل؟ كنكمل بالأصفر. إذا شحال جاتني؟ 6200 كيلوغرام، كنكتبها هنايا، 6200 كيلوغرام، لاحظوا معايا، شنو عندنا موراها؟ عندنا موراها 10 قنطار. الصفر نحطو في القنطار، تبع معايا الطريقة باش كنخدم. الصفر نحطو في القنطار، اللي حداه شنو من هنا؟ حداه الواحد، ثم عندي 40 كيلوغرام، الصفر نحطو في الكيلوغرام، الصفر هنا والربعة هنا. إذا شحال ولات لي هذه؟ ولات لي 1040 كيلوغرام، إذا نكتب هنا 1040 كيلوغرام، ثم عندي 900 كيلوغرام، شحال فيها من القنطار؟ نحطو 900، الصفر في الكيلوغرام، كنحطو رقم الوحدات هو اللي كنربطوه بالوحدة، الصفر في الكيلوغرام. ثم عند حداه صفر اخر، ثم حداه 9، هذه هي 900 كيلوغرام. شنو المطلوب مني؟ مطلوب مني القنطار. اذا القنطار فين هو؟ هو هذا القنطار، كنغطي هادو، كيبقى خاصني القنطار هي 9 قنطار، واضح، 9 قنطار. ثم عندنا 8000 هكتوغرام، نحطو الصفر في الهكتوغرام، كنجي هنا ونحط الصفر في الهكتوغرام، ها هو 0 0 0 8. شنو المطلوب مني؟ عاد كنفكر شنو مطلوب. مطلوب مني القنطار، فين هو القنطار؟ هو هذا، كنغطي هذا ونخلي القنطار بوحدو، عندي 8 قنطار. دابا تفهمنا الطريقة ديال الخدمة، هكا كتسهل عليك العملية ديال التحويل، كتحول بدون أخطاء، واضح. نمر الآن للسؤال رقم 3. السؤال رقم 3 يقول: أراد الحاج محمد نقل أكياس قمح. الحاج محمد بغى يهز خناشي ديال الزرع، فين يديهم؟ يديهم لبني ملال في شاحنة حمولته. هاد الشاحنة اللي عنده كتهز غير 2 طن و5 ديال القناطر. كم كيسا سيحمل في الشاحنة، علما أن وزن كل كيس هو 1 قنطار، واضح. إذن اللي كيهمنا هنا هو القنطار، إذن نحولو للقنطار، كل كيس فيه 1 قنطار. إذن نحولو الحمولة ديال الشاحنة للقنطار. هي شحال عندها الحمولة ديال الشاحنة؟ تبعو معايا، 2 طن و5 قناطر. إذا نجيو لهنا نحطو 2 طن والقنطار 5 ديال القناطر. إذا بالقنطار شحال حمولة الشاحنة؟ هي 25 قنطار، حتى هنا 25 قنطار. إذا هاد 2 طن و5 قناطر هي 25 قنطار. إذا شحال يقدر يهز هاد الشاحنة؟ شحال تهز من قنطار؟ إذا 1 كيس، شحال تقدر تهز من كيس؟ 1 كيس فيه 1 قنطار، ياك 25 قنطار، شحال تهز؟ تهز طبيعة الحال 25 كيس، هات
25 قنطار تجلس 25 كيس. إذا كم كيسة؟ شحال من كيس ستحمل؟ ستحمل الشاحنة 25 كيسا. 25 كيس، علاش؟ لان هي كتهز 25، تقدر تهز 25 قنطار، لان الحمولة ديالها 2 طن و5 ديال القناطر. نمر الان التمرين رقم 4. التمرين رقم 4 يقول: قسمت آمال حلوى، هذه الحلوى هذه قسمتها آمال الى 8 اجزاء متساويه، تناولت منها 1 على 8، هو هذا الجزء هذا اللي تناولت، كلات هذا الطريف هذا، وهذا الطريف شحال كيمثل من الحلوى؟ 1 من 8، لان كاين 8 اجزاء، ها هما 1 2 3 4 5 6 7 8، هي خذات منهم 1. اذا شحال كان عندنا الاجزاء كامله؟ كان عندنا 8، اذا هي 8 على 8، 8 اجزاء كانوا من 8، نقصت منهم هي هاد امال، نقصت منهم 1 على 8 كلاتها. اذا شحال بقى؟ كيفاش كنديروا؟ كنغطيو هذه 8 ناقص 1 هي 7 على 8، اذا بقاو 7 اجزاء من 8 هما هادو، 1 2 3 4 5 6 7، هي كلاتهم غير هاد الواحد، وبقاو 7 على 8. هنا بنفس الطريقه احسب مستعملا اجزاء الشريط. هاد الشريط شحال فيه من جزء متساوي؟ 1 2 3 4 5 6، هي اللي كنديروا هنا في المقام 6. شحال كانوا في الاول؟ كانوا 5 على 6، يعني 5 ملونا من 6، كانوا في الاول 5 ملونا من 6 هما هادو، نقصنا منهم 2، حيدنا منهم هاد 2 ناقص 2 على 6، شحال بقاو هادو؟ هنا نقصنا منهم 2، شحال بقاو هادو؟ بقاو 1 2 3، بقاو 3 على 6، او نغطيو هادو كتجيني 5 ناقص 2 هي 3 على 6، 5 ناقص 2 على 6 كتساوي 3 على 6، وهكذا. نشوفوا هنا هذه العمليه هذه بنفس الطريقه اللي خدمنا الفوق. هنا شحال كاين من جزء؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، هي اللي كاينه في المقام. شحال كانوا في الاول ملونين بالخضر؟ 1 2 3 4 5 6، 6 على 8 هما اللي كانوا ملونين بالخضر، نقصنا منهم شحال؟ هادو 1 2 3 4، نقصنا منهم هادو، شحال بقاو؟ بقاو 2 على 8، بقاو هاد الجويجات. اذا كيفاش غنديروا نحسبوها؟ 6 ناقص 4 على 8 كتساوي 6 ناقص 4 هي 2 على 8. اذا هذه الطريقه باش كنخدموا طرح الاعداد الكسريه، واضح؟ نمر الان السؤال الاخير. السؤال الاخير يقول: جو كالكول، احسب، تبعوا معايا، احسب بنفس الطريقه اللي خدمنا 5 4 على 5 ناقص 3 على 5، كنديروا الطرح ديال البسطين، 4 ناقص 3 على 5، وكنحتفظوا بمقام 1، 4 مقسوم على 3 عطينا 1 على 5. لاحظوا معايا هنا 5 على 7 ناقص 4 على 7 شحال كتساوي؟ كتساوي غديروا 5 ناقص 4 الكل على 7، شحال كتساوي لي؟ كتساوي 1 على 7. فهمتوا الطريقة كيفاش؟ كنحتفظوا بواحد المقام، وحدنا المقامات، وكنديروا الطرح ديال البسطين. هنا 3 على 3 ناقص 2 على 3 شحال كتساوي؟ كتساوي 3 ناقص 2 الكل على 3، كما 3 ناقص 2 الكل على 3 كتساوي 1 على 3، واضح؟ هنا خرجنا هذه، ثم ندوزو السطر الموالي، ثم عندنا 1 ناقص 1 على 2. تبعوا معايا هذه المسألة، كنت شرحت لكم في الفيديو السابق بأن هذا 1 كيتحول كيتلون كما بغينا. دابا حنا نحتاجن هذا المقام 2، اذا هذا واحد غنصرفوه باش يولي ليه في المقام ديالو 2، اذا ما نقولوش 1 على 2، نقولو 2 على 2 كتساوي 1، 3 على 3 كتساوي 1، 5 على 5 كتساوي 1. اذا انا محتاج دابا 2 على ردها هذه، الواحد على ردها 2 على 2، اذا هي 2 على 2 ناقص 1 على 2 شحال كتساوي لي؟ هي 2 ناقص 1 على 2 شحال كتساوي لي؟ انا درتها صغيره حيت جاتنا كثير، 2 ناقص 1 على 2 هي 1 على 2، واضح؟ فهمتوا دابا الطريق؟ انا هاد الواحد كنلعب به كيما بغيت، عندي هنا 5 هنا في المقام، عرضت 5 على 5، عندي هنا 17 في المقام، عندي 17 على 17، كنلعب به كيما بغيت هاد.
واضح. هنا 7 على 8 ناقص 5 على 8 نخدموها بنفس الطريقه اللي خدمنا الفوق، هي 7 ناقص 5 الكل على 8 كتساوي لي 2 على 8. واضح. اذا هذا هو الخارج، وهاد 2 على 8 ممكن تختزلها دير 1 على 4، ديرها في النص ديالها هي 1 على 4. هنا 5 على 8 ناقص 3، ولكن هنا ما طلبوش منا الاختزال، قالك احسبوا، حنا كنحسبوا. 5 على 8 ناقص 3 على 8 شحال كتجينا؟ هي 5 ناقص 3 الكل على 8 شحال كتساوي لي؟ 5 ناقص 3 هي 2 على 8. واضح. ثم نمر الان لهذه العملية ديال السطر الثالث، 11 على 12 ناقص 9 على 12، نديرو 11 ناقص 9 على 12 تساوي 11، رقم قسمنا منها 9 شحال كتساوي؟ كتساوي 3، لا عفوا 2 ماشي 3، 2 زائد 9 كتساوي 11، 2 على 12. ما بغيت تختزل تقول 1 على 6، هادو ممكن تختزلهم هادي وهادي تالاخر ونديرهم لكم. هنا عندنا 5 على 9 ناقص 3 على 9 هي 5 ناقص 3 على 9 تساوي 2 على 9. واضح. 2 على 9. ثم العملية الأخيرة 7 على 12 ناقص 4 على 12 كتساوي 7 ناقص 4 الكل على 12 شحال كتساوي؟ 3 على 12. هادي ممكن نختزلوها، انا نفسر لكم كيفاش. هادي ممكن ردوها 1 على 4 ياك، هادي ممكن ردوها 1 على 6. عتقولي منين جاك هادشي؟ نقولك هادي قسمناها على 2 هادي قسمناها على 2 ثاني هادي قسمناها على 2 على 2 هي 1، 8 على 2 هي 4، هادي نقسموها على 3، 3 على 12 3 قسمناها على 3 تجيني 1، و 12 قسمنا على 3 تجيني 4، 3 على 12 هي 1 على 4 نفس الشيء. هذا اختزلنا، حنا ما طلبوش منا الاختزال، ولكن انا باش كنفسر لكم باش المره الاخرى الا احتجتوا الاختزال تعرف كيفاش تخدم به. واضح. هكا كملنا الصفحه 83، الى اللقاء.